السلام عليكم حبايب الحلوين، كي جي 1 مدرسة عنيزة الأهلية قسم المسار المصري. أهلا بيكم يا حلوين. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الإطار جديد من اللي الدودة الطماعة بتاكلهم. طبعا كلنا عارفين قصة الدودة الطماعة والحروف اللي بتاكلها اللي بتطلع من البيت. النهاردة بقى تعالوا بينا نشوف الدودة الطماعة هتاكل لتر ايه. الدودة الطماعة هتاكل معانا لتر في، لتر في في V V for van, V for van, V for fan. Fan van يعني شاحنة أو عربية كبيرة، شاحنة أو عربية كبيرة. V for vegetables, V for vegetables, V for vegetables, V for vegetables. فيجيتابل يعني خضروات، فيجيتابل يعني خضروات. كلنا طبعا عارفين الخضروات زي الخيار والجزر والطماطم والفلفل، الحاجات دي كلها اسمها فيجيتابل، فيجيتابل ومهمة جدا لازم ناكل منها. طيب V for violin, V for violin, V for violin. فايلون يعني كمان أو كمانجة، دي آلة موسيقية بنضرب عليها موسيقى. V for violin, V for van, V for van. طيب يبقى الساوند بتاعنا بتاع لتر V اسمه ايه؟ أنا بقول van, van, vegetable, vegetable. يبقى ايه؟ V V V V. يبقى الساوند بتاع لتر في ف ف ف ف، ما بقولش ف، لا بقول ف ف. فيجيتابل، فيجيتابل، فان، فان. طيب لتر في الكابيتال زي السمول، الحرف الكابيتال زي السمول، الكبير زي الصغير، بس ده كبير وده ايه؟ صغير. الاتنين بيتكتبوا زي بعض، وهم شكلهم عاملين زي ايه؟ زي رقم سبعة في الحساب، زي رقم سبعة في الحساب، وشهم لفوق. طيب نكتبه ازاي؟ نكتب لتر في ازاي؟ شايفين النقط اللي قدامنا دي؟ هنمشي عليها كده في 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 لتر في في. طيب يبقى احنا كده يا حلوين عرفنا ان لتر في الساوند بتاعه ف ف ف ف. في فور فيجيتابل، في فور فيجيتابل، في فور فايلون، في فور فايلون. طيب عايزاكم بقى تذاكروا لتر في كويس جدا، وتبعتوا لي فويس بالساوند بتاع لتر في والكلمات بتاعته، ونحل الواجب مع ماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.